حجاب، ده يعني الموضوع عجبك من الأول؟ طبعا هي الفكرة جميلة ومبادرة جميلة جدا من الأستاذ أحمد حماد وقناة شعبيات. وبصراحة على المستوى الشخصي أنا بحب أحمد جدا، أحمد أخويا وحبيبي وراجل جميل، ومبادرة بتجمعنا يعني بتلمينا إحنا وزمايلنا مع بعض وبنشوف بعض وبنقابل بعض. وفي شهر كريم زي شهر رمضان الناس عايزة برضو تشوف الفنانين بيلعبوا كرة إزاي، يعني برضو متواصلين، فعايزين ندي رسالة إن إحنا لازم نبقى قريبين لبعضنا. بس لقب كابتن ده جديد عليك، يعني أنت دايما بتقول لك يا نجم يا فنان، إيه رأيك في اللقب ده؟ لا هو أنا يعني أنا بعشق الكورة. عندي معلومة جديدة، أنت بتحضر التمرين بتاع النادي الأهلي؟ بحضر تمرينات النادي الأهلي على طول. وعلى المستوى الشخصي أنا أهلاوي طبعا، بحيي كل أندية مصر، بس أنا طبعا بحيي بشجع النادي الأهلي وبحب الكورة جدا جدا، ومثل الأعلى في الكورة الكابتن محمود الخطيب طبعا، وبعد منه مباشرة الكابتن محمد أبو تريكة، يعني الناس الخلوقة اللي تعلمنا منهم الاحترام. يعني سنة وانت طيب يا نجم ونورت الدنيا، وان شاء الله بالنجاح وتكسب الدورة بإذن الله. ربنا يخليك، وانت طيب يا ست الكل ان شاء الله.